انشاب نايتو طلوع لي شراقي والحداد يجاوبو بمايا ونغامل بهيقة سبي الوالع والعشيق عني السلام عليكم. ومرة أخرى أنا مع خويا رشيد البروفيسور ديالي، حنا في لاتوليي ديالو وغادي نكتشفوا اللوحة الثانية اللي رسمت بمناسبات العيد ديال الموسيقى إن شاء الله في 8 جوان 8 جوان إن شاء الله. أجيو باش تشوفونا في المكتبة الوطنية بمدينة الرباط مع الربعة العشية. هذا هو الطابلو ديالي، قبلوا عليه مي انا فرحان به. صافي عليك رشيد، ميرسي اخويا، حاجه جميله. الله يحفظك، تغني ان شاء الله المعرض اللي غيكون مكتوب. المهم الواحد يزعم يعمر وقته ويدير شي حاجه اللي كيبغي وما يخافش من الطابلو، يزعم ويدير الالوان ويعبر على داك الشيء، وما يقول لكم حتى شي واحد باللي لا الاختصاص واش درستي ولا ما درستيش. دير ومن بعد الدراسه تجي من بعد، ومن بعد الواحد كيتعلم احسن. ميرسي، تشاو.